العكس من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي ايدي اخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكس لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا أمسي يا هالجرح العميد وبعيش حياتي لأول مرة حلوة وسعيدة مجنونة حرة لو حأرسلها انتيري حتى امسع فيك الارض. انتي رايح على البيت. ما عاد ممنوع تحكي بعد. ممنوع تغادروا البلد انا راح احط اسمكم على الحدود حتى اعرف الحياه عاصم ليلى هون ايه هون تفضل ليه في عندكم ضيوف ما حدا غريب بتعرفهم نزيه وسامية وهلا حضرتك طبعا بتشرفنا كمان عاصم زيارة مفاجئة ما؟ ولا أنا تخيلت بعد اللي صار بيناتنا ما عبالك أبداً تشوف صورة وجهنا أحياناً كنت بفتكر هيك بس يبدو قدرنا نتواجه نتواجه؟ بركي قصدك نلتقي؟ لا أبداً أنا قصدي اللي قلته بالضبط شرفك شو عم تقولي له عبالي مية؟ عم تدعي عليه الزلمة؟ ايه والله معقول يقعد بوجه لمرته 100 سنة؟ استاذ عاصم هون؟ اهلا وسهلا، ليه ما قلتولنا يا جماعة؟
والله لو عارفين يا استاذ كنا فرشنا الارض ورد وياسمين. الحقيقه انا جيت لوحدي ما حدا دعاني. كيف عرفت انه عيد زواج ليلى وفارس؟ الف مبروك، مفاجاه والله، كنا لازم نجيب هديه معنا. لا لهذا الموضوع ما تخاف، الحقيقه يعني ليلى عامله مثل جدول برزنامه الخبريات، ما بتروح عليها ولا هديه. ناطرين حدا؟ ليش واقفين؟ تفضل تفضلوا. تفضلوا يا شباب. الحقيقة أنا كنت معتاد إنه زعل على أعز صديق لإلى رح يصير مناسبة سعيدة. بس يبدو الحي أبقى من الميت والحياة رح تضل مستمرة. أنا كله الحق علي، كل يوم عم أتفحم على أكل الشكل وحرام ليلى هي اللي بتعمل لي إياهم. يعني ما كأنه حدا غير حمل، ما قضيتها وحيم الله وكيلك، الصبح، الظهر، نص ليل، ما عم تخليني نام يا زلمة. ألف مبروك. شكراً. عن جد الحياة رح تضل مستمرة. على كل إن من حظنا استاذ عاصم هيك بنتعشى سوا. انا اكلت المقلب. مقلب؟ بدك تفهمني انكم مو طابخين سوا. عفوا عاصم، بس عن شو عم تحكي؟ انت فكرت انه انا ما منتبه عليكم؟ منتبه علينا؟ انت ونايا. انا ونايا. وين اتفقتوا تخبيها؟ لا اكيد انت فقت اعصابك عاصم. انا ولا انت؟ ليش عم تلحقيني من محل لمحل وتبعتيلي رسالة تهديد؟ شو بدك مني؟ صحيح هذا الحكي ليلى؟ نحن ما اتفقنا ننسى الموضوع؟ بعتذر فارس، بس في أمور جديدة جدت على التحقيق. أي تحقيق؟ في احتمال يكون عاصم هو اللي قتلها لنايا، مش هي اللي انتحرت. بعطيكي ثروتي كلها إذا بتثبتي هالشيء. إذا مفكر حالك أذكى من العدالة بتكون غلطان. لحظة شوي ليلى، أي عدالة عم تحكي عنها؟ نحن شو اتفقنا؟ فارس ما كفيني ما أعمل شيء. إذا أنت نايا ما بتعني لك أنا بتعني لي. لا بتعني له. بتعني له كثير ليلى. لوين بدك توصل عاصم؟ للعلاقة اللي كانت بينه وبينه. لك علاقة شو؟ أنا شفتكم بعيني. لا أنت أكيد مجنون. إلا لليلى ليش موت نايا ما بيعني لها؟ يعني شو عم بصير؟ أنت بتعرف إنه نايا ما ماتت. نايا ما ماتت؟ هلا بيه فارس بس يحكي لنا القصة من الأول للآخر. لك قصة شو؟ كيف خططتوا على شو اتفقتوا وكيف عم تلتقوا بالسر؟ صحيح اللي عم بقوله فارس؟ اكيد لا، انا بعمره ما كان في شيء بيني وبين نايا. بس انت فعلا ما اهتميت وقت ماتت نايا، وهيدا الموضوع كان رح يكون سبب لطلاقنا. بليز في مجال ما تجني انت كمان؟ كبري عقلي. اي عقل؟ اي عقل؟ انت ونايا؟ مش عم بصدق. شفتهم بعيني. بس انا ما حبيت افتح الموضوع لانه في بدي اكرمها. بعتقد انت لاحظت علي انا كل الوقت كنت عم بحاول ابعدك عن نايا، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. ليك بتقوله مزبوط كمان. مسرحية الطلاق اللي صارت على ظهر البوت، فارس أقنع نايا أنه تطلب الطلاق بالعلن لحتى تبرر انتحارها، والكل رح يعتقد أنه ماتت وأنا المجرم اللي سببت بقتلها. هيك بيلتقوا مع بعضهم بالسر من غير ما حدا يدرى. وشو دليلك على هيدا الموضوع؟ فيك تتصلي بالنادي البحري وتسأليهم مين أحسن مدرب سباحة بالنادي عندكم. مدرب سباحة؟ نايا أحسن مدرب سباحة بالوقت اللي كنا معتقدين أنه هي بتعرف تسبح. كل الوقت كنت عم تخبي علي فارس؟ عن جد شو الهدية الحلوة نهار جوازنا؟ ليلى ما تصدقيه، عم بحاول يخرب بيني وبيني. ما قدر على مرته، عم بيتشاطر على اصحابها. كيف رح تثبت هيدا الشيء؟ اسألي نزيه. شو بدي اسأل نزيه دخلك؟ هو كان يحبها لنايا، كان بده يخطبها قبل ما يتجوزها الاستاذ عاصم. انت نزيه؟ كنا بعدنا طلاب بالجامعة. شو فواك هالخبرية هلا فارس؟ القصة ما خلصت بالجامعة نزيه، أنت بتعرف هالموضوع منيح. تجوزت سامية لتبقى حد نايا. مش مزبوط هيدا الحكي، مش مزبوط. طب ليك فيك تفسر لي ليه ما جبت ولاد من سامية لهلا؟ فسر له نزيه. لأنه كان دايما عنده أمل إنه نايا تترك عاصم بشي لحظة وترجع له ويقدر يتجوزها. فارس شو عم تحكي أنت؟ وين راسك؟ فارس معه حق. كل هالسنين ما كنت تقبل نجيب ولاد. والحجة كان دايماً حتى يتحسن وضعنا. المرة الوحيدة اللي ما اعترضت فيها على الحمل هي لما ماتت نايا، لأنك صرت متأكد إنها مش راجعة. بس نايا طلعت عايشة، عايشة. هلأ صار فيك تستغني عني وعن الولاد وعن كل شيء.
سامية 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 حبيبتي سامية سامية جيبي وجبة مي سامية طب ما سألتنيش يعني ايه المفاجأة؟ يعني عشان تفضل المفاجأة طيب بس يا حبيبتي حلو قوي افتح ايه ده صحيح لازم افتحها صح تحفة تحفة جميلة جنن مش هتلبسها بقى ولا ايه؟ اكيد طبعا هلبسها بس عشان انا معايا ساعة واوعدك المرة الجاية هلبسها ماشي امتى بقى المرة الجاية؟ لما البس الساعة يا نهى يا نهى ما احنا مع بعض كل يوم يعني خلاص بقى ايوه يا كريم بنشوف بعض كل يوم في المكتب انا عايز اشوفك بره المكتب بقى حاضر يا حبيبتي تصبح على خير بقى طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تطلع معايا نشرب قهوة فوق قهوة ان هو الوقت متأخر وبعدين اهلك يعني ما ينفعش دلوقتي لا ما تجيبش سيرة اهلي اهلي مالكش دعوة بيهم بيموتوا فيك وبيحبوك حبيبتي انا كمان بحبهم جدا وبعشقهم بس طيب ارد بس على التليفون ثانية واحدة الو يا راجل الوفد الايطالي وصل طيب اوكي يلا انا مسكت السكة في المطار في المطار اوكي يلا باي باي يا دي الوفد الايطالي ده حبيبتي ده انت وشك حلو عليا يا رب بس الشغل ده يمشي بجد طب خلاص روح لهم يا كريم انت مستني ايه؟ ما انا مستني بس تنزلي من العربيه حبيبتي بس صحيح انا لازم انزل طب يلا اجري بقى ماشي روحي على مهلك بقى وانت بتعدي الشارع ها؟ يلا الو كيفك يا شو؟ ايه استاذ عاصي بدي اسالك صحيح انت اخذ مصاري من فادي انا اكيد لا توقعت يكون عم يكذب لانه انت ما من هالنوع ايه بس ليه هو بده يقول لك هيك احتال علي بمبلغ كبير لما طالبته فيه قال لي انه اعطاك يا دين وانت اكلتهم عليه فشل علاقته يعني شو معناه هذا بعد ما رحت خصوصا على الإسكندرية رح تجيب له مصاري تيظهر من المستشفى إسكندرية؟ إيه مطرح ما عايشة أمه تصور قال لي أنه أمه ساكنة كانت بحلب لما كانت عم تدير بالها على خالته الله يرحمه إيه بس خالته منا ميتة مش ميتة؟ لا مش هيدا المدام يلي ما بتقشع إيه مبلا كفيفة إيه أنا شفتها عند أمه بالبيت مين شفت كمان؟ بنت خالته بنت خالته؟ ايه ما هي اللي بعتتنا على القاهرة رح تاخد مصاري من هونيك بتعرف العنوان؟ بصراحة شو؟ ما بقدر اعطيك العنوان ليش؟ يعني انا حتى ما كنت ناوي خبرك بس انه فادي استفزني ما تخيلت معقول يطلع منه هيك وهو طلب منك ما تعطيني العنوان؟ انه هيك شيء حتى ما روح طالب بحقي من بنت خالته كمان ليش كمان في لك حق عنده؟ ولو اذا كان فادي محتال صغير هي راس العفا ايش؟ ما مبين عليها؟ هي المصيبة انه ما ببين عليها تفكرها ملاك بكل الاحوال انت دير بالك يا شاب يعني تخاف انه يلبسوك شي مصيبة وانت قاعد ببيتك مثل شو يعني؟ بكل بساطة ممكن ينكروا انه نستلم المبلغ او يدعوا انه عطوك مبلغ اكبر من هيك وانت اكلتوا عليه هلا معقول يطلع علي هيك صيد؟ مشان هيك اعطيني العنوان بركي بريحك منه كيف يعني؟ رح خلي العدالة تاخذ مجراها وكل مين ياخذ حقه
بتعرف شو؟ أيد عندك العنوان. لوين؟ ما فيي كمل حياتي مع وحدة عم تكذب علي كل الوقت. بس أنا أكتر وحدة انكذب عليها. نايا كذبت عكلنا، خدعتنا، عيشتني وهم، كان دمرني. كل هذا الحكي ما عاد يفيد. طب هلا خلص، خلصت قصة نايا. وبلشت قصتك؟ ليلى، ما في فرق بين كذبة كبيرة وكذبة صغيرة. بس هلا عن جد خلص. وليش مفروض أقبل بوضعنا؟ ليش؟ بالوقت اللي أنت صدقتي عاصم دغري. ما فتحتي لي مجال لحظة صغيرة بس إني أقول وجهة نظري أنا. الغيرة عمتني فارس، أنا ما فيني أتخيلك مع بنت تانية. وأنا نفس الشيء. ما في أتخيلك عايشة بعالم أنا ما بعرفه. هذه كمان اسمها خيانة ليلى. مجرد ما إنك تتصرفي بدون علمي بموضوع هالقد نحن حاكيين فيه وبدون أي إحساس بالذنب، هذه كمان اسمها ازدواجية أنا ما في أقبل فيها. بس أنا كان قصدي ساعد، ما كان قصدي أبدا أجرح لك كرامتك. تصرفتي عراسك، لا فكرتي لا فيي ولا بالولاد. فارس بليز ما تقول هيك، أنت بتعرف أنتو أغلى شي بحياتي. هيك كنت معتقد. ديري بالك على الولاد. سامية، سامية نحن ما قلنا غير بعض. وين فكرك تروحي بالليل؟ كل شيء تغير نزيه، ما عاد فينا نرجع عقارب الساعة لورا. ليه عم تكبري الموضوع؟ أنا ما ارتكبت جريمة. نزيه أنا انجرحت. سامية قد إيه قلنا ناطرين بيبي؟ معقول تتركوني وتفلوا؟ فكري بعقل. طلعي بعيوني وشوفي. أنا عن جد بحبك. بعرف انك بتحبني بس بتحب بنات بحكم العاده. انا بدي حب حقيقي، هذا الحب ما رح لاقيه غير مع ابني. بيعرف اسمك ولك؟ من وين بيعرف انك بتخافي من البحر يا كلبة؟ صدقني اول مرة بشوفه، اول مرة بحكي معه، صدقني انا مجرم، انا مستحيل القتل. اما اتركك لوحدك هيدا مستحيل، مستحيل. معقول انا قتلك؟ معقول انا قتلك؟ شو انا مجنون؟ الموت ممنوع، ما رح اسمح لك تفكري فيه. نايا لما كانت عم تفكر بالانتحار كانت عم تختار، يعني كانت عم تختار تبعد عنك، كانت عم تختار تتركك، كانت عم تختار تروح ما ترجع. ما بدها اياك، ما بدها تعيش معك. ما بعرف انك بتكرهيني. لا لا نايا، 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 ما بعرف انك بتكرهي الدنيا معي. خلاص خلاص مثل ما بدك،
صدقيني مثل ما بدك عيشي، مثل ما بدك عيشي بالطريقة اللي بتخليك تكوني سعيدة. بس أنا ما بدي اياك تموتي، ما بدي اياك تموتي. ما بقى بدي اياك، ما بقى طايق اشوفك ولا حتى اسمع صوتك. لأنا وحدة غبية وتافهة وشرشوعة. أصلاً أنا اللي عملتها، هي ولا شيء. لا يا بيي، أنت شو خايف عليا؟ لك ما بعرف اسمع، ما بعرف. نايا أحسن مدربة سباحة عنا بالنادي. مدربة سباحة؟ بدي أكسر حاجز الخوف، مش معقول بل هيك لحياتي. لازم شوفها بعيني لحتى أصدق، لحتى أفهم، لحتى أعرف ليش هيك عملت، ليش هيك عملت، ليش؟ وأنتوا كلكم كنتوا عم تستغفوني، تستغفلوني وتصوروني على أنه أنا المجرم الحقير الظالم اللي بيستحق العقاب. أنا سددت، احتقرت نفسي، ندمت كتير لدرجة أنه استسلمت للموت. ما كنت مصدق إمتى يجي لحتى أخلص وارتاح. حريق ناتج عن انفجار مثل ما بتقول تحقيقات الأولية. بضل بدنا نعرف نوع المادة المتفجرة. بتشك بحدا مسيو جبران؟ بشك بحدا؟ مين له مصلحة يحرق لك اليخت؟ ما بعتقد في حدا. تذكر منيح مسيو جبران، عمرار بيكون في أعداء مخفيين أكثر من الظاهرين. يا ما أنا غلطان؟ معك حق كولونيل، بس إذا كانوا مخفيين أنا كيف بدي أعرفهم؟ الله يسامحهم. يعني ما بدك تضيع حدا، مع أنه خسارة كبيرة، ياخد بهالحجم بيسوى ثروة كبيرة. يما مأمن عليه؟ أكيد مأمن عليه. كرمال هيك مرتاح على وضعك وما بدك تضيع حدا. إذا بدي أدعي على حدا كولونيل، أنا بدي على حالي. على حالك؟ بتهمة الإهمال. إهمال؟ صار لي فترة عم شوف تسرب غاز عم يجي من ناحية المخزن، كل مرة بقول لازم شوف من وين، برجع بأجل الموضوع. يعني بدك تقلي أنه الانفجار ناتج عن أنبوب غاز؟ احتمال كبير. على كل حال نتيجة التحقيقات هي بتبين الحقيقة. الظاهر اليخت وجهه نحس، بالأول بتغرق فيه المدام يلي ساكنة بالفيلا، وليك هلا شو صار فيه. صحيح، شو أخبره صاحب الفيلا بعد الحادثة؟ مدام منال أخته للأستاذ عاصم صاحب الفيلا. شرفنا، أهلا وسهلا. نحن أسفين على الحادث، كان بودنا نساعد سيد عاصم بس كل جهودنا بيت فشل. تحياتي أستاذ شكرام. أهلا. إن شاء الله خلال يومين نتوصل لشي بالتحليل. إن شاء الله. حضرت مقدم، العميد اتصل وبده يجتمع فينا. ماشي، بالإذن بنضل على الاتصال. شكرا. قريب قريب. حضرتك صاحب القارب يلي تعرض للتفجير؟ نزل الكاميرا من المعروف وبلد صغير. سجل. طيب ما بتعتقد ورا هذا التفجير في عمل ارهابي؟
إذا ما بيقعدوا بالهون أنت والكاميرا رح تسرع على رأسكم، مفهوم؟ ورغم كل المحاولات التحدث إلى صاحب القارب، فقد أصر الأخير على الامتناع عن الظهور أمام الكاميرا، ما يجعل الغموض سيد الموقف. ترى بماذا كان القارب محملاً وإلى أين كان يتجه؟ أسئلة برهن ما ستسفر عنه التحقيقات في الأيام المقبلة. طلعي وراك، بعرف انك عم تلتزمي بتعليمات عاصم وعم تتحاشي تشوفيني، بس دغري جيتي تطمني علي لما شفتي انه البوت عم يحترق. ميرسي منى. رح موت من الخوف عليك. يعني منك زعلانه مني؟ انا زعلانه من عاصم. طيب فداه اشرح لك انك سيده قلبي. بعرف جبران، بعرف. يا الله قد ايه صار لي مش سامع كلمة جبران من تمك. جبران؟ عاصم هو اللي حرق البوت. فداكي. ميرسي كثير لأنك ما ذكرت اسمه بالتحية. شو عم تحكي منال؟ معقول جيب سيرة عاصم؟ خيك؟ خي لمنال؟ أخي اللي ما بعرف شو بده يعمل بعد. وينه هلا؟ أوخ لو بعرف. ما بعرف. بتعرفي انك وحده فاجره ومنحطه وبلا اخلاق؟ انا؟ ايه بعرف. وانت كمان. انا شو؟ انت؟ انت احلى واحد بالكون، بس انت واحد بلا مربى وما بتستحق. جربت تطيري شيء؟ أنا دايما طايرة. شو عم تعمل؟ لازم تفكك وتروح على المستشفى. الاسعافات اللي عملت لك اياها ما بتكفي. وعاصم؟ عاصم لما انحرق البوت حرق خط الرجعه معه كمان. ايه بس يا كابتن هذا عاصم في بحيالله لحظه يرجع يلقطنا. عاصم منه فاضي لنا هلا، في كثير اشياء اهم منا عنده. قصدك مايا؟ مين غيرها؟ انا اصلا كبيت التليفون على الارض تما يشوفوا عاصم وياخذ رقمه. شو؟ ليش انت بتعرف وينه؟ كنت اعرف وينه، بس لما ضيعت تليفوني ما معي رقمه وغيرت عنوانه. لازم نلاقي طريقه نخبرها. شو كابتن؟ هن الحديث؟ معقول فادي انت وين راح راسك هلا؟ انا قصدي انه لازم نخبر مايا حتى تنتبه لحالها، بعدين عاصم نقطع الطريق عليه حتى ما يرتكب جريمه. كابتن بهالحاله ما في الا هشام بيقدر يوصل لها خبر، بس كمان انا حافظ رقمه ورقمه على التليفون. لكن ما في الا الدرك. درك؟ شو بيك انستيك؟ عندك مشكله معه؟
لا بس لأنه طلبوا وراي لأتعرف على الناس اللي ضربوني وسرقوا السيارة. أوكي. أنت قوم معي هلأ على المستشفى واترك البقى علي. هات إيدك. وإذا سألوني ليش تقوصت؟ كيف تقوصت؟ شو بدي أقول لهم؟ قول لهم إنه الرصاصة طايشة. بلكي ما صدقوني. شو بيك؟ ما أنا كنت معك لما تقوصت مش هيك؟ الله يساعدك يا جبران شو عم تتحمل. هو البوط اللي احترق ولا حضرتي ولا خلص فادي هلا انت خليك بهم اجرك احسن ما تنقضى التهاب وتعملنا مصيبه. مشي مشي كابتن. شو؟ شو رأيك نتصل بالمطار ونجيب رقم هشام؟ فكرة مش بطالة. جرب. أنت معك رقم الشركة؟ اتصل بالاستعلامات. كتير على اجرك لبين ما تاخذ قلبي كامل من الدوله حكتب لك عليه. ممنون. وما تحضر كتير اعراس بهالفتره وخاصه اللي فيها اقواس. ولا يا دكتور الهيئه الاقواس شغال وين ما كان وكيف ما كان مش ناطر المناسبه بعرس ولا بدون عرس. معك حق. معرفة ان شاء الله بالاذن. اذنك معك دكتور. الله معك. زمطنا. اعطيني تليفونك خليني ادق لهيشام. ان شاء الله تكون سجلت رقمه صح. خوفك علي؟ قلت لها لما مرضى تعيده ثلاث مرات. الو؟ الو ايه هشام انا فادي. خير؟ وليه عم تحكيني من رقم ما بعرفه؟ لانه ضاع تليفوني في كل الارقام، عم تتخيل؟ ضاع ولا هي كمان تفنيصة جديدة؟ هشام شو بيك؟ دخلك كيف رجعت زمط من ايده لعاصم؟ او كمان كذبت عليه مرة تانية؟ والعادة يعني هينة، ما انت الكذب بيمشي بدمك. هشام ليه عم تحكيني هيك؟ شو صار لك؟ ليك فادي، هذا الرقم بتنساه وما بقى بتطلبه بحياتك، لأنه عم يجيني منك غير وجع الراس طويلة الوجه. لك أنا يا زلمة بتعمل فيي هيك؟ بعد كل شيء عملته كرمالك بطلع أنا آكل عليك مصاري؟ يا عيب الشوم عليك بس. لك شو آكل علي مصاري ما آكل علي؟ بعدين مين حكي هذا الحكي؟ معقول انا اقول عنك هيك؟ ولمين؟ لمين يعني؟ لعاصم. لحتى تخلص حالك بتحطها بظهري. ما واضحه القصه خيي، ما بدها هالقد. عاصم هو اللي خبرك؟ ايه هو اللي خبرني ومن الاخر صدقته، كرمال هيك ما تفنص علي بقى. لاني عرفت منك من خبرياتك من كل شيء بيجي من يمك، منيح هيك؟ ليك انا مش حاقعد ضيف عن حالي هشام، لانه اصلا ما في وقت. وبوعدك انه اخر مره بحكيك فيها على التليفون، بس ركز معي كثير منيح شو بدي اقول لك. نايا بخطر لانه عاصم عرف انه بعدها عايشه، من بعد ما كان مفكرها انها ميته. بدي اياك توصلها خبر على الشركة لأنه ما معي رقم جديد وضروري تعرف لتعرف شو بدها تتصرف. ليك إذا عاصم عرف فيها ناوي يخلص عليها. ليش عاصم شو بيكون بالنسبة لنايا؟ جوزها.
جوزة؟ وليه ما خبرتني من الأول يا غبي؟ ما كنت أعطيته العنوان. عنوان شو؟ عنوان الشركة وعنوان أمك بإسكندرية. شو بك فادي؟ عاصم عارف عنوان نايا. شو؟ لازم نخبر الدرك لكن بك شي براسك؟ بعد بدنا نزيد عليه للزلمة، أنت ما بتعرف شو بيعمل. قوم قوم. هلا أهم شي الدرك يعرفه بسرعة حتى يبلشوا إجراءاتهم يسبقوه. ايوه هشام، ازاي؟ منيح منيح، بس بليز اسمعيني بالاول. اجباري تلاقي طريقة تخبري فيها نايا انه جوزها عاصم عارف وينه. حاضر يا هشام. هشام بقول لك ايه؟ هو احنا مش هنشوفك؟ بلا انجم بلا. انطريني رح اجي لعندك اشرب قهوة قريبا. انت بتتكلم بجد؟ اه جد الجد. ما تنسى تخبري نايا. باي. باي. باي يا فخر الصناعة اللبنانية، باي. أنا مش قادرة أصدق بنت انتي. إيه الرومانسية نزلت عليك دي كلها مرة واحدة؟ ويطلع مين بقى هشام بسلامته؟ بش وطي صوتك، أستاذ كريم يسمعنا، أنت عايزة تفضحيني ولا إيه؟ وبعدين ادخلي له، ده قاعد مستنيكي من بدري، يلا ادخلي. بتخبي عليا إنجي؟ ماشي، أنا حوريكي. لا وإيه؟ شكله لبناني كمان. أنت هتقري. مش قادرة أصدق البنت القرشانة اللي قاعدة بره دي شكلها وقعت على واحد. هاتك يا همسي في التليفون وحب وغرام ايه على الاخر؟ مش ممكن. تقصدي مين؟ انجي. وفي غيرها؟ لا وايه؟ باين له لبناني. يا بنت الايه؟ سيبت ربنا يسهل لها، سيبيها في حلقة. ايوه ندي الحلق. ايه انا واقف ايه؟ انت هتقولي على البنت ولا ايه؟ لا بس زعلانة على روحي. زعلانة على روحك؟ والله العظيم انت لو تعرفي انا عايزك في ايه مش هتستحمل اللي هقوله. بجد كريم؟ اقعدي الاول بدل ما تقعي من طولك. اقعدي. لا انت كده شوقتني، ده انا اقعد ونص. مشروع العمر. مشروع العمر؟ وفي الاقصر. الاقصر؟ يعني ايه؟ اوتيل الطراز الفرعوني، هسلمك المشروع من اوله وانتي عليك التنفيذ. انا انفذ ايه؟ مش فاهم. ايوه طبعا، انت الوحيده اللي تقدري تشيلي مسؤوليه مشروع ضخم بالشكل ده. انت عارفه ان طارق وسليم لو عرفوا الحكايه دي هيزعلوا جدا. عايز ترميني في الاقصر يا كريم؟ مناقصه ورثت على الشركه ومش عايزه اضيع فرصه زي دي، وانت الوحيده اللي تقدري تساعديني. عايز تخلص مني عشان اخلالك الجو معاها لوحدك؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا بنتي؟ بقولك مشروع العمر، انا فضلتك انت بالذات دون عن زمايلك في الشركه، يعني انت هتكوني هناك لوحدك، الكلمه الاولى والاخيره ليك انت، محدش له سلطان عليكي. تقومي تقولي لي مش عارف ايه؟ عيب الكلام ده يا نوح، ده مشروع تاميني منه مستقبلك. مش عايزه حاجه، قلت لك مليون مره مش عايزه حاجه غير ان انا اكون معاك، وانت مش قادر تفهم ولا تحس بيا، بل بالعكس بتدوس عليا اكتر اكتر كل يوم والتاني. يا نوح مالها؟ ولا حاجة، افتكرت ان انا هحلها. اترين عقدتها. هي باين انها هتتعقد 60 عقدة. هشام كلمني. كنت حاسس. قالك ايه؟ جوزنا يعرف مكانها. انا كنت متوقع اللحظة دي.